أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال العطور الفواحة المشتملة على الكحول، وما حكم التعطر بها، وهل هناك محظور في استعمالها؟ أول شيء لازم من التحقق هل هذه العطورات فيها كحول أو ليس فيها كحول. ثانيا، إذا ثبت فيها كحول فهل هي تسكر لو شربت أو لا تسكر؟ إذا كان يسكر كثيرها فقليلها حرام، أما إذا كان ما يسكر كثيرها فهي مباحة. فالأمر متعلق بإسكار الكثير منها، إسكار الكثير منها. هناك أطياب تشرب للإسكار معروفة، هذه حرام نجسة. أما التي لا تسكر، لا يسكر كثيرها، فإنه لا بأس بها ولو كان فيها نسبة من الكحول، ما دام كثيرها لا يسكر. نعم.